أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تستهدف قناة الرافدين الفضائية طوال عقد ونصف مرة من عمرها؟ تارة بتفجير مكاتبها في بغداد ومنعها من العمل داخل العراق، وأخرى بحملات التشويه والتشويش والتي كانت آخرها عمليات الاختراق والقرصنة التي تعرض لها عدد من منصاتها الإعلامية. أشاد مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بتغطية القناة للتظاهرات والاعتصامات في جميع المدن العراقية دون تمييز، مشيرا إلى أن استهداف الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية من قبل الموالين لإيران هي محاولة بائسة لإسكات الإعلام الوطني العراقي الحر الذي كان له دور كبير في دعم ثورة تشرين. بينما قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن عودة العصابات لقرصنة الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية وحسابها في تويتر وإنستغرام هي محاولة عبثية لتشويه صورة القناة وخطابها. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام إلى أي مدى فضحت قناة الرافدين الفضائية المشروع الأمريكي والإيراني في العراق، وكيف برز دورها في مساندة المقاومة وكشف زيف مشروع الاحتلال، وإلى أي مدى كانت القناة سندا لثورات الشعب العراقي ضد حكومات ما بعد الاحتلال المتعاقبة. نضع تحت الضوء أسباب استهداف قناة الرافدين الفضائية ومن يقف وراء هذا الاستهداف. نتابع بداية هذا التقرير. لأنها صوت الحق الهادر والمدافع الأول عن حقوق العراقيين، تستهدف قناة الرافدين طوال عقد ونصف مرة من عمرها، تارة بتفجير مكاتبها في بغداد ومنعها من العمل داخل العراق، وأخرى بحملات التشويه والتشويش والتي كان آخرها أعمال الاختراق والقرصنة التي تعرض لها عدد من منصاتها الإعلامية. استهداف قناة الرافدين يعد استهدافا لجميع مؤسسات الإعلام الوطني العراقي، كما يظهر تأثير هذا الإعلام في إيقاف مشروعات إيران الطائفية بحسب اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي التي وصفت هذا الاستهداف بأنه يمثل عدوانا متعمدا بسبب النجاح في كشف المؤامرات التي أرادت تغييب الشعب العراقي وإخفاء جهوده في الدفاع عن وطنه ضد مشاريع الاحتلال والتقسيم. في حين أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن عودة العصابات لقرصنة الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية وحسابيها في تويتر وإنستغرام هي محاولة عبثية لتشويه صورة القناة وخطابها. وأشاد أيضا مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بتغطية القناة للتظاهرات والاعتصامات في جميع المدن العراقية من دون تمييز، مؤكدا أن استهداف الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية من قبل الموالين لإيران هو محاولة بائسة لإسكات الإعلام الوطني العراقي الحر الذي كان له دور كبير في دعم ثورة تشرين. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني حذر من الأكاذيب والأخبار المفبركة على لسان المسؤولين في الهيئة التي تروجها العصابات المعادية للعراق عدم التعاطي مع ما ينشر عبر الحساب المخترق. قناة الرافدين التي اعتمدت منذ انطلاقتها خطابا وطنيا في زحمة خطابات إعلامية طائفية كانت في كل هجمة تشنها الأحزاب الفاسدة والميليشيات ضدها تخرج أقوى من قبل، مستمدة عزمها وتميزها من عمق حضارة وادي الرافدين لتفضح في كل مرة مخططات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. أرحب بداية بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ شهوة القرداغي الباحث في الشأن العراقي، تحياتي لكم. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، مرحبا بك أستاذ زياد السنجري. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ شهوة القرداغي، قناة الرافدين منذ تأسيسها وهي تستهدف، لماذا برأيك؟
بداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام وللأستاذ زياد المحترم. حقيقة نحن الآن كان ذكرى 18 سنة على جلب هذا النظام الذي سموه ديمقراطيا وسوف يفتح آفاق جديدة وسوف يمنح الحريات وسوف يفتح صفحة جديدة في تاريخ العراقيين. الآن 18 سنة مر على هذا النظام الذي نرى أنه بالعكس بعكس كل الشعارات التي طلعت وبعكس كل الوعود والتعهدات التي منحت للمواطنين أصبح نظاما قمعيا لا يتحمل الرأي المقابل على الرغم من كل الأخطاء، على الرغم من كل الجرائم التي ترتكب، على الرغم من انتشار الجرائم والميليشيات والفساد والفوضى على الساحة العراقية، إلا أن الآلة القمعية والسلطة في العراق للأسف إلى الآن تتجه إلى قمع كوسيلة لإسكات المقابل وليس للحوار وليس للأساليب الديمقراطية التي حاولوا شرعنتها وحاولوا الترويج لها منذ 2003 إلى الآن. طبعا هذه العقلية الأمنية في التعامل مع المقابل يرى أنه لا يجوز لأي وسيلة إعلامية أو لا يجوز لأي منصة إعلامية أن تكشف عن الحقائق أو تظهر بوضوح وماذا يجري من ألعاب، ماذا يجري من مكائد، من مخططات لهذه الأطراف السياسية أو للتدخلات الخارجية داخل العراق. وأي منصة وأي وسيلة إعلامية تقوم بتبني هذا الخطاب هم يستهدفونها. على سبيل المثال ليس فقط القنوات الإعلامية، أصغر يعني شخص عادي إذا قام بنشر أي معلومة تراه يتم اختطافه وقتله فورا في داخل العراق أو يهرب إلى خارج العراق. إذن كشف الحقائق وكشف هذه المنظومة هو خط أحمر بالنسبة إلى ما نسميه عصابة السلطة وليس الأحزاب السلطة أو ليس المؤسسات السلطة، لأنها ليست مؤسسات بل هي مجموعة من المافيا والعصابات للأسف تحكمت وسيطرت على العراق ولا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة سليمة، وبالتالي تلجأ إلى قمع أي أصوات حرة تحاول كشف الحقائق، سواء كان هذا الصوت شخصا عاديا أو مؤسسة إعلامية أو صفحة إلكترونية. وللأسف لديها كل الإمكانيات للقمع، يعني إذا كنت تستخدم لسانك أو تستخدم صوتك داخل العراق يتم اغتيالك، إذا كان لديك منصة إعلامية يتم اختراقك، لأنهم لديهم الإمكانيات سواء المالية أو المعنوية أو وسائل التحريض على هذه المنصات أو هذه الوسائل الإعلام، وبالتالي يلجؤون إلى كل هذه الطرق لإسكات أي صوت حتى يقوموا ب نهب الثروات واستنزاف ما بقى من الثروات داخل العراق بشكل مريح دون أن يزعجهم أحد أو دون أن يكشف أي منصة هذه الأمور للعراقيين الذين إلى الآن مجموعة كبيرة منهم لا يدرون ماذا يجري، يعني يصدقون الأكاذيب التي تقول أن هناك أزمة مالية، هناك مشاكل، هناك أيضا عندما أنت تقوم بتوعية هؤلاء تشكل خطر على المنظومة السياسية. هناك نقطة مهمة، اسمح لي أستاذ شهوة ننتقل للأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، المشروع الأمريكي في العراق عندما استغل أو ابتدأ، أو لنقل ليس ابتدأ، هناك من يرى بأن المشروع الأمريكي لم يبدأ بعد احتلال العراق عام 2003 وإنما قبل ذلك، عمليات قتل النخب المجتمعية وهذا التسونامي العظيم الذي شهده العراق من أنهار من الدم تم سفكها في العراق، الغاية منها عدم السماح للعراق بالنهوض، عدم السماح للعراق بأن ينهض من جديد، بأن يسهم في توعية الشعب لما يدور في ما وراء الكواليس من مخططات الاحتلال سواء كان الاحتلال الأمريكي أو الإيراني. إلى أي مدى ترى أن قناة الرافدين عندما ابتدأ الهجوم عليها أو ابتدأت مهاجمتها منذ يعني عامها الأول لتأسيسها باستهداف مكتبها في بغداد بسيارة مفخخة أو سيارتين مفخختين وكذلك بعمليات القرصنة لمواقعها الإلكترونية بعدم السماح لها بالعمل من داخل العراق، إسكات الصوت الحر الذي تحدث عنه الأستاذ شاهو القرداغي، إلى أي مدى ترى أن قناة الرافدين فضحت المشروع الأمريكي والإيراني في العراق؟
شكرا دكتور، تحياتي لك حياكم الله ولمشاهديكم أستاذ. الكرام، وتحياتي لضيفك العزيز استاذ شاهر قرداخلي. حياكم الله الحقيقة أستاذ. في العجالة علينا أن نستذكر أولا بداية احتلال العراق عندما قامت القوات الأمريكية والحاكم العسكري وبعده الحاكم المذهب والبريمر ومن حكم العراق من جلاوزة الاحتلال الأمريكي البغيض. حقيقة قاموا أول شيء بهيكلة وزارة الثقافة والإعلام وجعل كوادرها الحقيقة ينقلوهم إلى دوائر أخرى وأبقوا على من جزء منهم، وأنتجوا قناة رسمية تحابي السلطة من ذلك الوقت حتى الآن. وبعد ذلك قاموا بإنشاء قنوات أخرى في بعض المحافظات العراقية وقاموا بتمويلها ودفع تكاليف تلك القنوات، ومعروفة أيضا هذه القنوات لكل السادة المشاهدين الكرام، إلا قناة الرافدين التي اتخذت خط مغاير تماما لما يحدث الآن في العراق. اليوم لدينا قنوات كثيرة في داخل العراق، نستطيع أن نقول 85% من تلك القنوات الموجودة الآن في داخل العراق تدار من قبل إيران، وهناك قنوات أخرى أيضا تحابي المشروع الإيراني وسابقا المشروع الأمريكي بطريقة أخرى وجلاوزة السلطة وموجودين في العملية السياسية. هناك قنوات قليلة جدا على رأس هذه القنوات، وهنا أقول أقل من اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة، قناة الرافدين التي تسيدت الموقف وأصبح لها خط واضح في مقارعة إفرازات الاحتلال وما نتج عنه من تدمير وقتل وتهجير وسفك الدماء في داخل العراق. لم تقم قناة الرافدين إلا بنقل الحقيقة المجردة، الحقيقة قضت مضاجع الفاسدين والقتلة والمجرمين والمافيات والميليشيات في داخل العراق. هذه القناة أخذت على عاتقها دور ريادي في مكافحة الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني وما أنتجه الاحتلالين على العراق. لذلك نجد بأن هذه القناة مستهدفة كونها صوت حر، لم يستطع أحد أن يشتري تلك القناة، ولم يستطع أحد أن يؤثر على تلك القناة، ولم يستطع أي جهة مهما كانت بكل نفوذها أن تغير مسار قناة الرافدين، القناة الأقرب للشعب العراقي، الأصدق للشعب العراقي، القناة التي لا ترتش الحقيقة وإنما تطرحها بما متعارف عليه، بما هو حقيقي وواقعي وتلامس الحقيقة فقط. لذلك هذه القناة الحقيقة تعرضت إلى عمليات تفجير وإرهاق وتهديد العاملين ونقل من دول عدة بث القناة ودفع أموال طائلة لبعض الحكومات من أجل إسكات هذه القناة وتغيير موقع القناة أكثر من مرة. لذلك قناة الرافدين أخذت على عاتقها الحقيقة دور لم تستطع أي قناة أخرى أن تلعبه، لأن الثمن كان باهظا جدا وسيبقى باهظا وستستمر إن شاء الله هذه القناة. نعم أستاذ زياد. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير المصور عن دور قناة الرافدين على المستوى الشعبي في العراق وبعض أسباب التي أدت إلى محاولات استهدافها منذ اليوم الأول لانطلاقتها. نتابع سويا.
إذا تابعنا سويا هذا تقرير أستاذ شهو القرداغي. بالتأكيد هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى استهداف قناة الرافدين. الكثير من يرى أن من هذه الأسباب أنها كشفت ملفات الفساد في العراق، وأنها كشفت زيف المشروع الأمريكي في العراق، وكذلك التدخل الإيراني وعمليات القتل التي رافقت هذا التدخل منذ عام 2003 وحتى الآن. الحكومات المتعاقبة، سلطة الأحزاب، عمليات النهب لثروات الشعب العراقي، الكثير من الانتهاكات، سواء الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين أو الانتهاكات على المستوى الشعبي، وكذلك عمليات الفساد التي شملت جميع قطاعات الدولة ومفاصلها. لنتحدث عن موضوع كيف برز دور القناة في مساندة ثورات الشعب العراقي ومطالبة الشعب العراقي بحقوقه المشروعة والتي سلبت منذ احتلال العراق على يد حكومات المنطقة الخضراء والمشروع السياسي الذي وضعه الاحتلال الأمريكي. طبعا هذه النقطة مهمة جدا، وقبله نحن دائما نركز على أن أساس النظام الديمقراطي هو وجود معارضة قوية. نعم. يعني هؤلاء عندما يخمعون كل الرأي المخالف، هؤلاء يدمرون النظام الذي هم صنعوا بأنفسهم. نعم. يعني هذا تدريجي لهم. كما تفضل الأستاذ زياد، طبعا لدينا أكثر من 60 أو 70 قناة فضائية داخل العراق تمول أو تروج لها وتدار من قبل إيران، وهي تنشر معلومات مغلوطة أو تحاول تخدير المجتمع العراقي، وأموال هذه القنوات أغلبها من الميزانية العراقية. إذن لا يوجد أي منصة أو أي قناة أخرى تستطيع أن تقدم الحقيقة في ظل كل هذه الفوضى. يعني 80 أو 70 أو حتى 60 قناة فضائية عدد كبير مقارنة بدولة مثل العراق، ولكن بسبب أهمية هذا المجال على السيطرة على المجتمع وتخدير المجتمع تم التركيز عليه. طبعا كشف ملفات الفساد وكشف الأخطاء الموجودة وكشف التدخلات الخارجية وخاصة التدخلات الإيرانية تساهم في توعية المواطنين حتى يطالبوا بحقوقهم، ورأينا ذلك في ثورة التشرين، حركة تشرين التي خرج الشباب والمواطنون وأصبحت هذه القناة منصة لإيصال أصواتهم. يعني لم تكن هناك منصات حتى توصل أصوات هؤلاء الشباب. القنوات الشيعية أصلا كانت تسميهم بالجوكرية وبالعملاء، وتتهمهم تتهم الشيعة بهذه الاتهامات، يعني لأنها كانت تريد أن يتم إخماد هذه التظاهرات في المحافظات الجنوبية بأسرع وقت، وهذه كانت توجيهات إيرانية. ولكن هذه القناة عندما ظهرت وجاءت تتحول إلى منصة لهؤلاء الشباب، والجميع يتصل والجميع ينشر مقاطعه بحرية، هذا الأمر ساهم في زيادة حركة المواطنين، بإضافة إلى المنصات الأخرى القليلة التي تحولت إلى أو نجحت في التحول إلى منصة لإيصال صوت المواطنين. في هذه الحالة، في هنا مع خروج يعني مع حركة أكتوبر، رأينا أن هناك قلة قليلة من المنصات التي تستطيع أن تقارع السلطة للأسف. يعني رأينا أن هناك كمية هائلة من القنوات، وخاصة هذه القنوات المدعومة من قبل إيران، ظهرت على الساحة وتتهم المتظاهرين وتحرض على قتلهم. وبلا شك وراء هذا التحريض صار عملية القتل. يعني شاركت هذه القنوات في عملية تجريم أو عملية شرعنة قتل الشباب. بعكس ذلك رأينا أن هذه القنوات الأخرى كقناة الرافدين وبعض المنصات الأخرى تحولت إلى صوت لنقل ما يجري داخل الساحة العراقية. هذا الأمر طبعا يزعج السلطة، هذا الأمر يزعج السلطة وتدفعه للتفكير في التخلص من هذا الصداع المستمر، يعني التخلص من أي منصة تنقل أصوات العراقيين. لو تلاحظ أنه على منصات على مواقع التواصل الاجتماعي نشطت ظاهرة الذباب الإلكتروني، وهذا التشويش سواء بالسب والشتم والاتهام بالطائفية والكثير من الأمور عن طريق يعني الآلاف من الأشخاص المجندين ربما يصفون القناة بأنها قناة طائفية، في حين أن القناة دعمت بشكل كبير على نفس المستوى دعمت التظاهرات في جنوب العراق وفي المنطقة الغربية وفي بغداد وفي البصرة وفي جميع أماكن العراق. لماذا يصرون
على يعني إضفاء صفة الطائفية على طرح القناة، في حين أن الطرح هو معروف للقاصي والداني أنه طرح عراقي حر. بلا شك هذه الحسابات أو الذباب الإلكتروني الذي نسميه، طبعا هناك تقارير كثيرة نشرت حول هذا الأمر، خاصة أنها مجموعة عمل مشتركة بين حزب الله اللبناني وإيران تديرها وميليشيات العراقية في العراق، يعني هذه غرفة مشتركة يتم إدارة هذه الحسابات. يعني قد يكون أغلب هذه الحسابات التي تتهم العراقيين باتهامات باطلة ليسوا عراقيين أصلا، يمكن لبنانيين أو من إيران أو من أي دولة أخرى. هذه غرفة مشتركة تم تأسيسها لإدارة إعلام الميليشيات داخل وسائل التواصل الاجتماعي، طريقة توجيه الأفكار، طريقة مهاجمة الحسابات الأخرى، طريقة اختراق هذه الحسابات أو إلى آخره، لأن هذه المعلومات خاصة خرجت بعد أحداث تشرين عندما رأينا هذه الحسابات في كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منظم، يعني بشكل مركز، يركزون على موضوع أو إثارة موضوع أو إنهاء موضوع أو حرف أنظار العراقيين أو موضوع مهم. هذا الأمر ليس عشوائيا، هذا الأمر أمر ممنهج أيضا يدار من قبل هذا الحلف، الحلف الإيراني في المنطقة، وبالتالي ليسوا حقيقيين، ليسوا أشخاصا حقيقيين حتى يتم إعطاء اعتبار أو قيمة لهذه التصريحات وهذه الاتهامات، بل هم مجرد خلايا إلكترونية، جيش إلكتروني يتم الدفع لهم والتمويلهم من قبل هذه الدول أو هذا المحور، محور الإيراني، حتى يقوموا بتنفيذ وظيفة معينة وعمل معين، وهو مهاجمة هذا الطرف أو تشويه الحقائق هنا أو حرف أنظار المواطنين العراقيين. و أنا أتوقع أن أصلا المواطن أصبح يدرك هذا الأمر، لأن حساباتهم أصبحت مكشوفة ودائما يتم استخدام أسماء مستعارة، وبالتالي يظهر لك فورا أن هذا الحساب يدار من قبل جهة وضمن جيش إلكتروني لديه أجندة سياسية، وبالتالي لا تعير له أي اهتمام. نعم، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، يعني الذباب الإلكتروني، المجاميع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما تهاجم هذه القناة، بالإضافة إلى العملية المبرمجة لتهكير موقع القناة وقرصنته، من وجهة نظرك هنا الجهات المستفيدة من ذلك، هل يعني الطرح الوطني لقناة رافدين قد آذاها إلى هذا الحد بحيث سبب لها إزعاجا كبيرا وقضى مضجعها، ولم تستطع هذه الجهات أن تمارس دورها في السرقة وفي تشويه الحقائق مع وجود قناة الرافدين؟ نعم دكتور، الحقيقة الكل يعلم بأن اليوم عندما يذكر خبر عن موضوع معين أو وثيقة أو فيديو يصل إلى قناة الرافدين وتقوم قناة الرافدين بذكره، ممكن للآخر إن كان محقا أن يقوم بعرض الحقيقة التي تنافي ما عرضته قناة الرافدين، أو يقوم بعرض الوثيقة، أو يصدر بيان يكذب ما ورد على القناة، على موقع القناة أو لسان القناة أو مذيع القناة. كل الأحوال اليوم هناك رد، يعني هناك رد مقبول للجميع، ولكن اليوم اللغة التي يعلمون أو يفهمون بها هؤلاء الأشخاص هي لغة القتل والتهديد والوعيد، وأقل ما يمكن أن نقول أنهم يقومون بعمليات تحكير المواقع وإرسال الذباب الإلكتروني والجيوش الإلكترونية التي تمتص دماء العراقيين كونهم يأخذون رواتب من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه. لذا نعتقد بأن صوت قناة الرافدين كان واضحا واتخذ مسارا، فلم يعد هناك مجال للمساومة أو الشيطنة أو وصفها بالطائفية، خاصة بعدما تسيدت قناة الرافدين المركز الأول في أفضل قناة غطت مظاهرات تشرين. ومظاهرات تشرين الكل يعلم ولدت من رحم معاناة الشعب العراقي، وهي مظاهرات تركزت في العاصمة الحبيبة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية المنتفضة البطلة، الميسان والبصرة وذيقار والنجف وكل المحافظات الأخرى. لذلك من كان يتهم قناة الرافدين بالطائفية
سقط هذا الاتهام وسقط بشكل واضح، لذلك لم يجدوا مفرا إلا باستخدام أسلوب آخر وهو تسخير إمكانيات الدولة والتعاون مع جهات خارجية، فرق إلكترونية إيرانية بالتحديد، من أجل تهكير والسيطرة على مواقع قناة الرافدين ومحاولة إسكاتها بأي ثمن مهما كان هذا الثمن. لذلك نجد بأن هناك قنوات كثيرة الحقيقة موجودة، ولكن التركيز على قناة الرافدين بشكل واضح هو لأنها الأكثر إيلاما والأكثر وجعا لهؤلاء المرتزقة والميليشيات المرتبطين بإيران والذين يقفون ضد أبناء الشعب العراقي وضد ثورته المعطاء، ثورة تشرين المجيدة التي سطرت أكبر الملاحم في داخل العراق وأرسلت رسالة للعالم بأن العراقيين يرفضون كل أشكال الاحتلال، وقدموا الشهداء والجرحى والمصابين والمعاقين وما زالوا ينتظرون الفرصة المناسبة، لأن القناة الرافدين والصحفيين والإعلاميين الأحرار في داخل وخارج العراق لن يتخلوا عن موقفهم الواحد، وهو مساندة ثورة تشرين ومساندة كل عمل وطني في داخل وخارج العراق. أستاذ زياد، بلا شك أن قناة الرافدين كان لها دور كبير في تسليط الضوء على مشروع الاحتلال الأمريكي في العراق منذ تأسيس هذه القناة. كيف برز دور القناة من وجهة نظرك، أو كيف ترى إلى يعني موقف القناة ودورها في مساندة المقاومة العراقية التي وقفت بوجه المحتل الأمريكي بعد احتلال العراق عام 2003؟ بداية يجب أن نعلم جيدا بأن كل بلد يتعرض للاحتلال فقد كفلت كل المواثيق والمعاهدات الدولية حق مقاومة هذا الاحتلال. حق المقاومة ليس ما يسمى اليوم بالميليشيات التي تدعي المقاومة، وهي من قاتلت وقدمت كل شيء للمحتل الأمريكي من أجل تغيير النظام السابق. القناة الرافدين الحقيقة وقفت مع أبناء الشعب العراقي في كل معاركه في داخل العراق ضد المحتل الأمريكي وضد المحتل الإيراني أيضا، وكانت واضحة وصريحة، وكانت قناة الرافدين تنشر كل ما يخص عمليات المقاومة للاحتلال، حتى قامت إيران وبإعاز مباشر بشيطنة المقاومة عندما دست بعض التنظيمات الإرهابية الإجرامية التي قتلت من كل مكونات الشعب العراقي ودمرت محافظات بأكملها. لذلك تحاول تلك الميليشيات وتحاول تلك الأحزاب المرتبطة بإيران دائما ما ربط ما بين المقاومة وما بين التنظيمات الإرهابية، وهناك شتان ما بين الثرى والثريا. لذلك حاولوا بكل طريقة من الطرق اتهام قناة الرافدين بأنها داعمة للإرهاب، وهذا أمر غير صحيح، فقناة الرافدين كانت مع كل أبناء الشعب العراقي عكس المجاميع الإرهابية التي تقتل على المذهب. والمجاميع الإرهابية لا نقصد فيها فقط تنظيمات داعش وغيرها، بل حتى التنظيمات الأخرى التي تقتل من قبل المكون الآخر. لذلك كانت قناة الرافدين هدف رئيسي ومباشر، وعندما يتم إسكات قناة الرافدين يعني إسكات صوت الحق وطمس الحقيقة التي دائما ما دأبت على قناة الرافدين أن تقولها بصوت مرتفع في دعم المقاومة ومقاومة المحتل الأمريكي والإيراني في داخل العراق. ولذلك نجد هذا الاستهداف هو استهداف لأمهات تلك الميليشيات وتلك الأحزاب التي ولدت من رحم إيران والاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. نعم، ابقى معي أستاذ زياد. أستاذ شاهو، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني حذر من الأكاذيب والأخبار المفبركة على لسان المسؤولين في الهيئة التي تروجها العصابات المعادية للعراق، وعدم التعاطي
مع ما ينشر عبر الحساب المخترق. برأيك هل نجحت هذه الأطراف في تشويه الحقائق أو محاولة طمس الحقيقة من خلال اختراق مواقع قناة الرافدين الفضائية ومحاولة يعني هذه الفبركة أو تشويه نهجها أو طرحها بهذه الأكاذيب التي تروج لها؟ طبعا أولا مجرد هذه الحملة ومجرد هذه الحملة الممنهجة والتي من الواضح أنها ليس لأفراد عاديين بل لجهات وشبكات منظمة يدل على أهمية الإعلام في هذا التوقيت وخاصة الأصوات التي تكشف الحقيقة وتعارض الميليشيات وتعارض نهج اللا دولة داخل العراق. يعني هذا الأمر يدل على أن الطرف المقابل قد أصابه ضرر من هذا النهج الإعلامي وقد أصابه أرق ولا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر، وبالتالي سخر جهوده المالية والمعنوية والمادية لي. هل تقصد تم توظيف المال السياسي من أجل إسكات صوت الصوت؟ طبعا بلا شك. هذه الجهات أغلبها دائما أيضا في العاصمة بغداد، كما أن الخلايا الإلكترونية التي كانت تحرض على الشباب وتحرض على المتظاهرين وتقوم بتحريض عليهم إعلاميا لقتلهم كان موجودة داخل العاصمة بغداد، وأيضا من الواضح من أين يتم تمويلها، يعني تمويلها أيضا من المال السياسي السائب الذي يذهب إلى كل هذه النشاطات الإجرامية. وطبعا الطرف السياسي والطرف الرسمي يدرك من وراء هذه المجامع وهذه المجموعات، يعني هذا العمل ليس عمل فردي، هذه عمل مجموعات منظمة وأيضا تابعة لي، كما أن الميليشيات أذرع مسلحة للأحزاب السياسية، هذه المنظمات هذه الجماعات أو الشبكات أذرع إعلامية لجهات سياسية. يعني هي لم تأتي من الفضاء أو ليست مجموعة تطوعية يقومون ب هذه النشاطات تطوعا أو كمنظمة إغاثية، هي منظمات أو شبكات تعمل كأذرع إعلامية لأطراف سياسية، وبالتالي كل أعمالهم هذه الأعمال الإعلامية الاختراقات التشويه الحقائق كلها تصب في مصلحة هذا الطرف السياسي الذي يريد إسكات هذا التوجه المعين لصالحه لمصالحه، وبالتالي كما قلت يتم استخدام أو يتم استعمال ثروات العراقيين في استخدام هذه النشاطات الغير شرعية والغير قانونية. أما بالنسبة إلى قدرتهم هل يستطيعون أن يشوهون الحقائق؟ طبعا أنا رأيت أيضا الجميع رأى أنهم حاولوا أن ينشروا بعض المعلومات المغلوطة وأيضا التصريحات الكاذبة عن طريق الموقع الرسمي أو الموقع على تويتر، ولكن الجميع يعلم فورا يعلم أن هذا الأمر هذا النهج ليس نهجا حقيقيا، وبالتالي يعلم أنه مفبرك ومحاولة لإعطاء نصر معنوي لهذه الخلايا وخاصة لجيشهم الإلكتروني، أنهم نجحوا في السيطرة على هذا الموقع وفي اختراقه، ولكن إلى متى؟ يعني الجميع يعلم أن هذه المنصة أصبحت في يد خلايا الجيش أو الذباب الإلكتروني، وبالتالي لا يتم إعارة أي اهتمام لما ينشر، وبالتالي قيمته تفقد قيمته، ولكن عند الذباب الإلكتروني يعتبره نصرا كبيرا أنجزوا أنهم اخترقوا هذه المنصة التي كانت تنشر المقاطع الفيديو التي تصل من المحافظات العراقية المتنوعة، المقاطع التي يصرخ الشباب ويطالبون بحقوقهم، المقاطع التي لم تكن هناك منصات تنشرها كانت تنشر من قبل هذه المنصة. يعني عرقلوا هذا الأمر فقط، يعني هم فقط يؤخرون نشر الحقائق ويؤخرون نضوج الوعي عند المواطنين، ولكن لا يستطيعون أن يعرقلوا هذا الأمر عن طريق اختراق شبكة أو اختراق موقع. يعني فقط هذا الأمر يعتبر إنجاز تكتيكي مؤقت لهم، يفرحون بهذا الأمر، قاموا باستخدام كل طاقتهم وكل إمكانياتهم المالية والتقنية للقيام بهذا الاختراق حتى يعتبروه نصرا لهم، ولكن هذا الأمر ليس نصرا، لأن الجميع سيكتشف أن هناك أخطاء، وهذه الأخطاء يجب أن تصل إلى الرأي العام، ويجب على الرأي العام أن يعرف مدى الفساد الموجود، وبالتالي مهما فعلوا، يعني أسكتوا هذه المنصة وذاك المنصة وقتلوا هذا الناشط وهذا الصحفي، ولكن ما دام الأخطاء مستمرة 20 صحفي آخر و20 ناشط آخر سوف يخلقون من جديد، والمنصات أيضا التي تكشف الحقائق سوف تظهر من جديد، وبالتالي لا يمكن إسكات، يعني هذه
العقلية الأمنية في التعامل مع الرأي المقابل هذه التي تتبناها هذه المجموعة التي تحكم في العراق لا يمكن أن تصل إلى نتائج في الأخير، يعني مجرد أنها تحافظ على الوضع القائم لمدة مؤقتة وبعدها تنهار، يعني لا يمكن أن تدار الدولة بهذه العقلية، عقلية الذباب الإلكتروني، عقلية الجيوش الإلكترونية، عقلية الدولة يحتاج إلى عقل منفتح، إلى عقل يستوعب الجميع، يستوعب المعارض والمؤيد والصوت المخالف ويستوعب كل شيء. هذه أفكار رجل الدولة. أما هؤلاء للأسف ليسوا، لأننا دائما نقول ليسوا رجال دولة بل رجال عصابات، فجأة رأوا أنفسهم أنهم سيطروا على دولة بحجم العراق وبالتالي لا يعلمون كيف يحافظون على مكتسباتهم إلا بهذه الطرق الغير مشروعة والغير قانونية. اسمح لي أن ننتقل لأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، مجلس العشائر العربية أعلن أو صرح أن قناة الرافدين هي كان لها دور كبير ولا زالت في دعم ثورة تشرين السلمية المناهضة للنظام أو سلطة الأحزاب الحالية. من وجهة نظرك يعني ماذا يعني أن يكون يعني الشعب العراقي وتحديدا في محافظات جنوب العراق أن يعتبروا قناة الرافدين المتنفس الوحيد من أجل نقل الصورة الحقيقية عن معاناتهم وعن مدى الظلم الذي يقع عليهم؟ نعم دكتور، الحقيقة الكل يعلم بأن أهلنا في المحافظات الجنوبية من عشائر عربية أصيلة لا يستطيع أحد يزايد عن غربتها وانتمائها ووطنيتها في العراق، لذلك لا نستغرب حقيقة هذا الموقف. فثوار تشرين هم أبناء تلك العشائر التي خرجت، ثوار تشرين هم أحفاد شيوخ العشائر الكبار الذين خرجوا ودعموا ثورة تشرين المجيدة، لذلك هذا الموقف ليس غريبا عليهم. بالعكس، لا ننسى بأن هؤلاء الثوار وهؤلاء العشائر كان لديهم أخوة وآباء وشيوخ قاتلوا في حرب إيران 8 سنوات، لا ننسى موقفهم الواضح والصريح من وجود والنفوذ الإيراني. فكل يوم الحقيقة نسمع عن عمليات وطولية في رفع صوتهم عالي وفي إجراءات يتم اتخاذها ضد النفوذ الإيراني في مناطق جنوب العراق. هؤلاء أصحاب غيرة وشرف وناموس، هؤلاء الشيوخ ليست غريبة عليهم، لذلك هم ينصفون قناة الرافدين عندما ذكروا موقع ومكانة قناة الرافدين ودعمهم وتشجيعهم لهذه القناة، ولا يقبلون بما حدث لقناة الرافدين لأنها بالفعل هي القناة الأقرب لأبناء الشعب العراقي الأصدق، وخاصة عندما نقلت بكل تجرد ما حدث في داخل العراق. اليوم هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الشخصيات والوجهاء في الجنوب العراق لديهم أبناء شهداء وجرحى، وقناة الرافدين نقلت معاناتهم، بينما قنوات أخرى للأسف الشديد عندما كانت الأحداث ساخنة في العراق والثورة في أوج قوتها قامت تلك القنوات بنشر أمور أخرى لا تمت للثورة بصلة. لذلك هؤلاء الأشخاص وجدوا وهؤلاء العشائر وجدوا في قناة الرافدين ضالتهم وهي منفردة بهذا الموضوع، فلا نستغرب هذا الأمر، وقناة الرافدين تبقى على هذا النهج إن شاء الله لأنها مستمرة منذ سنوات طويلة وراهن الكثير على لعب وتر الطائفية والمذهبية والقومية وغيرها من الأمور، ولكن كانت عراقية خالصة صاحبة امتياز الحقيقة وبصمة واضحة في داخل الشعب العراقي. نعم. أستاذ شاغل الغرداغي، اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تقول إن استهداف قناة الرافدين استهداف لجميع مؤسسات الإعلام الوطني العراقي. ترى العالم هنا كيف ينظر إلى عملية تكميم الأفواه وإلى عملية قمع الكلمة الحرة، في حين أن الاحتلال الأمريكي عندما جاء واحتل العراق كان من ضمن ما يروج له أنه سيقوم بنشر الديمقراطية في العراق بعد الظلم ويعني القهر وإلى آخره؟
توني بلير قال أنا مستقبلا مشرقا سوف ينتظر العراقيين 2003. نعم، كيف ينظر الآن العالم إلى مخرجات الاحتلال؟ نلاحظ عمليات القتل متواصلة ضد الناشطين، ضد الصحفيين، ضد أصحاب الكلمة الحرة. لا أحد يستطيع في العراق أن يقول كلمة تخالف رأي سلطات الأحزاب داخل العراق المدعومة من إيران وعلى شاكلتها أيضا، وكذلك يعني استهداف مؤسسات الإعلام العراقي الحر التي تنطق بلسان الشعب. ليس فقط ملفات الفساد الشائكة، بل أي قناة فضائية حتى من الموجودين مقراتهم داخل العراق إذا عارضت أو نشرت شيء يخالف أصغر ميليشيا، ليس فقط النفوذ الإيراني، نعم، يخالف توجهات أصغر ميليشيا يتم حرق قناة ومقره وحرقه وتهديده. وهذا ما حصل، ورأينا خلال الفترة الأخيرة كيف أنهم حرقوا قنوات عراقية وقنوات عربية لديها فروع داخل العراق. يعني هذا الأمر فورا يعطيك انطباع سيء كمراقب أو كمراقب دولي أو إقليمي أو أي شخص حتى داخلي، يعطيك انطباع سيء عن حالة الحريات المزرية داخل العراق أو المعدومة أصلا. يعني لا يتم السماح لأي طرف بنشر أي معلومة أو حتى شخصيا، يعني شخصيات لا تستطيع أن تنشر أي معلومة يتم استهدافها فورا ويتم قتلها فورا والقضاء عليها فورا، وبسبب السلاح المنفلت الموجود بشكل كبير نرى أن ليس فقط لم يتم تأسيس هذه الديمقراطية وحرية الرأي التي روجوا لها منذ 2003، وكما قلت 18 سنة من ترويج وتكرار هذه الشعارات وتخدير المواطن وجعله ينتظر تحقيق هذه الأحلام الوردية، ليس فقط لم يتحقق هذه الوعود بنسبة حتى بنسبة 50% لم يتحقق، بنسبة 10% لم يتحقق. يعني بالعكس تم تأسيس دولة ميليشياوية في العراق، يعني تم تأسيس دولة ميليشياوية، والآن يراد أن تتحول هذه الدولة إلى نموذج مصغر لدولة الولايات الفقيه. يعني بالتالي أنت كررت نموذجا دينيا أيديولوجيا آخر لا يسمح أصلا لأي صوت حر، أو لا يسمح حتى القنوات التي لديها مساحة صغيرة من الحريات الآن داخل العراق سوف تفقد هذا الأمر عندما يتم يقوم الميليشيات بالسيطرة على كل شيء لاحقا. يعني نحن نرى أن المؤشرات التي موجودة الآن على أرض الواقع لا تبشر بخير، يعني لا تبشر بأن هناك تطور وهناك تحسن في الوضع الحريات، قد يكون هناك تغيير في المستقبل، لا 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 بالعكس تماما. يعني نحن نرى أن الاستعراضات العسكرية للميليشيات وقدرتهم على تهديد الدولة وتحدي الدولة وعجز الدولة، يعني عجز كبير للدولة أمام هذه الميليشيات، تعطيك انطباع كامل بأن كل الأطراف الموجودة داخليا وحتى خارجيا عليها أن تخضع لهذه الميليشيات، وإلا سوف يتم معاقبتها عن طريق استخدام القوة. يعني المشكلة ليس فقط من ناحية الأمن والاستقرار، حتى ليس الأداة القضائية والأداة القانون ضعيفة جدا، يعني لا يهددوك بمقاضاة أو باللجوء إلى القضاء، لا يهددوك باللجوء إلى السلاح، يعني القضاء معطل تماما. وبالتالي خلال هذه السنوات للأسف لم ينجحوا في توفير الحد الأدنى من الحريات حتى نستطيع أن نقول أننا في دولة في طور التقدم، لا، إننا في دولة كل سنة يتمنى المواطن أن يعود إلى الوراء. يعني كل سنة يتمنى أن يعود إلى الوراء ولا يفكر أصلا في المستقبل أو في مستقبل مشرق. الآن فقط كل حلم المواطن أن يعود 20 سنة إلى الوراء. يعني تصور ماذا حل بالمواطن العراقي الذي انتظر التغيير وانتظر أن يكون هناك إصلاح في المجتمع، أن يكون هناك تطور في المجتمع، أن يتم استخدام هذه الأموال لهذا الأمر، ولكن للأسف تم بناء جمهورية أو تم بناء مملكة أو تم بناء دولة من الخوف والرعب. لا أحد يستطيع أن يفتح فمه أو أن يقول الحقيقة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات، وبلا شك أن هذا الأمر يستمر ويذهب إلى أكثر من يعني إلى أكثر من حالة تشدد وعنف بسبب القدرات اللا دولة وسيطرتهم على السلاح وأيضا سيطرتهم على المال السياسي الذي يتم استخدامه بشكل منحرف. نعم. وبالتالي هذا الأمر أيضا يعطي انطباع واضح لكل الأطراف الدولية بأن هذه الدولة ليست ديمقراطية بل دولة ديكتاتورية قمعية
يديرها مجموعة من الميليشيات. إذن فشلت جميع محاولات استهداف قناة الرافدين والتشويش على خطابها، وتظل قناة الرافدين لسان العراقيين والمدافع عن حقوقهم. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، وأيضا أشكر الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. شكرا لك أستاذ زياد. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.